السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ صحيح تكون بخير، الامور هانيه. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد تخوا ديال لي صابون. كاينين انواع اخرين ولكن جبت لكم واحد تخوا ديال لي صابون ناتوري سوا، المناسبين في الثمن ديال الثمن ديالهم 22 درهم فقط. بالنسبه لي بغيتو تستحموا بهم اولا تغسلوا بهم الوجه ديالكم. انا غادي ندور الكاميرا وغادي نوريهم لكم، ومن بعد غادي نقلب الكاميرا عندي وغادي نهضر معكم عليهم. البنات بالنسبه للصابونه المشاهدين كلكم، اي يستعملها الرجل او المراه راه بحال الصابون في الغسول ديال لو جي ولا في هذا، عادي جدا. بالنسبه لهاد اللي بغيت نقدم لكم ديال ناتوري سوا، غادي نحاول نهضر لكم على كل وحده بوحديتها، نعطيكم المعلومات عليها وانتم تتشوفوا فيها باش تعرفوا المعلومات منين قاده. هذه بوغ لا بوغاس ديال البشره الدهنيه، فيها مكونه لنا من الصلصال الاخضر، وهو الغسول كي تقولوا ليه الصلصال الاخضر، وبزيت اساسي ديال لازير وزيت بذور العنب اللي راكم تتعرفوهم للبشره الدهنيه. هاد الصابونه يمكن لكم تغسلوا بها الوجه ديالكم اولا تغسلوا بها اللحم ديالكم. دونك ارغاس كين قلت لكم البشره لابوغاس البشره الدهنيه، هي مستخلصه من 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 اصل نباتي. منين تغسلوا بها وديروا عاد غادي تعجبكم النظافه اليوميه. بالنسبه للبنات اللي بيغسلوا بها وجههم يديروها للوجه ديالهم، حتى تغسلي بها وجهك. بالنسبه للبنات اللي بيديروها هي اللحم ديالهم، عندهم غسول ديال الوجه يغسلوا بها اللحم ديالهم، راه صابونه زوينه والثمن ديالها جد مناسب. الثمن ديالها هذه بلاتي نشوف لكم 22 درهم ونص، 22 درهم ونص. ندوزوا للصابونه الثانيه، هذه بالغسول، وهاد الثانية البنات اللي قلت لك جميع انواع البشره بالغسول والويلي سونسييل د بامبليموس والويلي سونسييل ديال جيرم دو بلي، يعني بالزيت الاساسي ديال الليمون والزيت ديال الليمون الهندي والزيت الاساسي ديال رشيم القمح. جميع انواع البشره هذه الثمن ديالها كذلك 22 درهم. كاينه هذه بالصلصال الازرق، ديك البشره اللي تتكون. وبالنسبه لهذه هذه الثالثه، هذه بالنسبه للبشره اللي تتكون باهته، يعني البشره اللي تتبان لكم اللون ديالكم ماشي هو داك في لابو ديال في لوجه ديالكم ولا اللحم، البشره تتكون عيانه ما صافياش البشره ديالكم، انت يصفي البشره بالصلصال الازرق وزيت اساسي ديال نواه المشمش ها انتم باش تشوفوا مزيان صابونه. زيت اساسي ديال بارما روزا وزيت اساسي ديال نواه المشمش مع الصلصال الازرق، هذا البشره الباهته. الثمن ديالهم 22 درهم ونص. بالنسبه للثمن ديالهم البنات 22 درهم ونص، نحطتهم لكم هكا. ديك الساعة شوفوا كل وحدة تختار، لا كل وحدة فيكم تختار على حساب اللون ديال البشرة ديالها واللون ديال البشرة اللي يناسبها. كيف قلت لكم تقدروا ديروهم صابونات في الحمام ديالكم، ديروا بهم تغسلوا بهم حتى اللحم ديالكم، يقدر تديروهم للوجه ديالكم انتوما واشنو بغيتوا. المهم انا قربتكم منهم، عطيت لكم الاثمنة ديالهم. نتمنى ما نكونش ثقلت عليكم، ما نكونش يعني تبان لي اي حاجه مناسبه لكم، غادي نصور فيديو نحطها لكم. نتمنى تبارطاجيو لي لا فيديو وديروا لايك الا كانوا تعجبكم لي فيديو ديالي، وان شاء الله يا ربي غادي نحاول نقربكم من لا فارماسي ونخليكم تشوفوا لا فارماسي وانتم في قلوب داركم، وتشوفوا لي برودوي وانتم في قلوب داركم. وتنعتذر هذا الاسبوع ما درتش اللايف، ولكن غادي نعود لكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ودمتم في رعاية الله وحفظه. هانتوما كيف تشوفوا البشرة ديالي، راني ما تندير لها حتى شي حاجة لا مكياج لا والو. تيقولوا لي البنات تيسولوني اشنو تديري، هانتوما فاش تنكون دايره اللايف تندير مكياج، دابا في لافارماسي ما دايره والو، ما كاين لا فيرتل لا والو. يعني داك النصائح اللي تنعطيكم تبعوا اللوجي ديالكم وتبعوا البشرة ديالكم هما اللي تنتبع انايا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم،
وخليوا لي التعليق اللي بغيتوني نهضر لكم البنات على شي على شي برودوي، بغيت نهضر لكم على شي مرض، نهضر لكم على اي حاجه، حيت انا من طبيعتي ما تنخليش ثقافتي محدوده. يعني تقول اد فارماسيون، ولكن لا، تنقرا على الحاجات، تنسول، تنبحث، تنبقى تنقلب، يعني تنزيد معلومات راسي اللي ما تنبخلش عليكم بهم. واي حاجه كانت جديده في لا فارماسي، اولا تشوف كاين شي باك، شي بروموسيون، شي حاجه في لا فارماسي، غادي نقولها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله.